تمشي الحجار تروح بواحد. حضرتك هلا بشو رحت؟ انا رحت هو اخذه باثنين. هذا هو العب، هو العب بهي بهلا بهدا وبشكل عام. طيب نخيب صراحه، بشكل عام يفوز اكثر. ما بقدر. خلاص عرفنا لحالنا مين العب. هي اللعبه فيها حظ، فيها حظ وفيها لعب، عرفت شلون؟ يمكن المحبوسه اكثر شيء متداول. المحبوسه هي فيها لذه باللعب، يعني كل وحده متى ما حصرت حجر كبز، يعني خصمك مسك لك حجر صعب انه تفلت او شيء، يعني الا اذا زهره ما طوى بفككه يا او شيء. شو يعني انا اخذتك خشب او انت اخذتني خشب؟ يعني الدقب ينتهي بمسك الخشب خمسه، يعني هي من خمسه الطاوله، خشب يعني خمسه سكر الدق كله. كيف بطاوله الذهب؟ تمام يعني وصلت. لا ما بدي يعني لعيب ولا لا؟ لا مو زياده. لا هنا بيقولوا اليوم انه هي اللعبه ما عاد بقى لجيلنا، شو رايك بالحكي؟ تمام، هو لجيل القديم كثير للكبار بالعمر، بس اما نحن هلا مو هذا الجيل اللي طالع هلا. هي قديمه، لعبه انتيكه. مين علمك اياها؟ والله بالصدفه رفيق كنا قاعدين وتعلمتها. بتحس انه ممكن يجي يوم ما عاد بقى نلعب طاول زهر نحن الشباب؟ هلا اجى هذا اليوم، هلا حاليا كثير نسبه قليله اللي بيلعبوا طاول زهر. ولا مره اجاك فضول تتعلم طاوله الزهر؟ ولا خالص. طيب ولا مشت اهلك حدا عم يلعبها او شيء؟ نهائيا. ايه خلص نسيناها ابدا. هاي لعب ببجي بس، اما هاي لا لعب ببجي. كيفك بطاوله الزهر؟ ما بعرف، انا صار عم كاني عم اسال عن شيء منسي. طيب سمعني بطاوله الزهر؟ ايه. بتعرف تلعب طاوله الزهر؟ لا ابدا. بتعرف تلعب طاوله الزهر؟ لا. طيب ولا مره اجاكم فضول تتعلموا هي اللعبه المنسيه؟ بلا. اجاك الفضول؟ ما عندي. اذا بدنا نقول اليوم في عالم بالحياه الواقعيه اجى زهره اجى حظها، ليش بتتغير بس يجي زهره؟ بيقولوا انه هذا مثلا حظك انت للاحسن بيكون، وتشوف هذا الزهر وقت انت زدت الحجر فورا بتغير حظك كله. انت اليوم كيف زهرك بالحياه؟ انا ما دام زوجتي معي هذا احلى حظ بالنسبه لي. الكل اتفق انه طاوله الزهر هي لعبه حظ وتكتيك مع بعض، فبكل حجر نحن بنحركه بنكون عم نحسب شو رح يصير لقدام، وهذا شيء بتعلمنا اياه اللعبه لنستفيد منه كمان بحياتنا. فشو بيكون مهم انه نفكر بكل هدف او خطوه بنعملها بحياتنا ونحسب تبعاتها لقدام. اما بالنسبه للحظ فالزهر رح يلعب بحياتنا كتير، مرة رح يطلعنا ومرة رح ينزلنا، ونيال يلي بيضل محافظ على نفسيته وما بيتغير مهما لعب معه الزهر.